يا اهلا وسهلا، معاكم دكتور احمد مختار، استشاري جراحه العظام ومدرس بكليه الطب جامعه عين شمس. اكتر سؤال بيجي لي على الصفحه بتاعتي، بكام عمليه المفصل؟ من غير اي تفاصيل، من غير ما اعرف مين المريض، من غير ما اعرف هو بيشتكي من ايه ولا هو محتاج ايه. طب يا جماعه، ده مفصل وده مفصل وده جزء بتاع مفصل ذو مواصفات خاصه، وده القصبه، ودي حاجه اسمها بلاستيك انسرت، وده نوع قصبه تاني. فمع كامل احترامي، انتوا بتسالوا عن اي نوع؟ وهل اصلا انتوا عارفين يعني كل نوع تكلفته ايه ولا ايه اللي فيه؟ ليه ما نمشيش عادي زي خلق ربنا العاديين، ركبتنا وجعانا نروح للدكتور نكشف عليه، الدكتور هيحدد لك ان انت محتاج مفصل نوعه كذا، المساعد الشخصي يقدر يتواصل مع كذا مستشفى وكذا شركه مفاصل لحد ما نقدر نوصل للنتيجه المرضيه ان شاء الله بالنسبه للمريض وبالنسبه للدكتور. الحمد لله احنا الشركات بتعامل معاها كلها شركات مستوردة، يعني المفصل ده مثلا فرنساوي، شركة ليما، بنستخدم زيمر اللي انا كنت بشتغل بيها في انجلترا. فانت كده كده بشغالين بليفل معين مش هنقدر ننزل عنه، لكن عشان تقدر تجاوب على سؤال زي ده بأمانة لازم تكون شفت العيان وكشفت عليه. ألف سلام عليكم ودمتم بصحة وعافية، معاكم دكتور أحمد مختار.